من المصائم الفادحة أن يتطاول بعض أهل الملة الواحدة على مقامات إخوانهم من العلماء الأجلاء والدعاة النبلاء حظا من أقدارهم ووقيعة في أعراضهم وإيضاعا خلالهم ونزعا للثقة والمرجعية منهم. وإن الرزية لتعظم حين يكون ذلك على قصد الازدراء والتعيير والسلب والتشهير عبر قنوات سيارة من صحف ومجلات وفضائيات وشبكات معلومات بكل تخل عن التورع والتأثم. يقول صلى الله عليه وسلم محذرا ومتوعدا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. فما بال أقوام من أهل الملة الواحدة هداهم الله، من تكون غاية دنياه وأكبر همه ومناه تتبع العثرات وتصيد الزلات والنفخ في الهنات الهينات والتشهير بها عبر المجالس والمنتديات، لا يفتؤون همزا ولا ينفكون لمزا ولا يبرحون غمزا، ديدنهم التشويش ومطيتهم التحريش وسجيتهم الإثارة والتهويش، قاموسهم سوء الظن ومعاجمهم الأذى والمن، يبادرون بالاتهام ويستعجلون بالجفاء والاصطلام، يكثرون الوقيعة والعتاب ولا يتورعون عن الشتائم والسباب، يطعنون إخوانهم في الخواصر ويصوبون سهامهم تلقاء القفا، إذا رأوك في نعمة حسدوك وإن تواريت عنهم اغتابوك، إن يسمعوا هفوة طاروا بها فرحا وما علموا من صالح كتموا، يعملون ليل نهار على الحط من الأقدار والنيل من الكفاءات وتشويه صورة البراء الأخيار النزهاء، يتحركون كالخفافيش في الظلام ويعملون خلف الكواليس، تنكرت منهم الوجوه والقسمات وتغيرت البسمات واصفرت السبحات، في الرخاء أحبة أخلاء وفي الشدة أعداء ألداء، يستوي في ذلك الأقرباء والأصفياء، لا يلتمسون المعاذير ويسعون لإسقاط أهل الفضل والمشاهير، يبثون عنهم الشائعات ويختلقون ضدهم الوشايات، فسبحان ربي العظيم، ألا يخافون الله رب العالمين؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يتحرون لذلك بعض المواقع العنكبوتية، بل سمها الثعبانية الفتاكة، زاعمين بيان الحق والإصلاح، والواقع أنهم مثل الذباب يراعي موضع العلل، ولا يبالون أن يكون جمعهم من قالة السوء والمجاهيل أو من ثنايا مؤلفات لم يطأها قلم التنقيح ولم يخطها يراع النسخ، وتهدر ملكات وأوقات بين راد ومردود عليه، وتعقد المجالس فريا في الأعراض بكلمات جارحة وعبارات مسفة قاسية وقذائف كأنها شواظ من نار تشي بسوء التخلة والمأرب، ضاربة بعفة اللسان نزاهة النفس كل مضرب، كان الأولى فيها صرفها شطر الفرق المنحرفة المناوئة لأهل الإسلام الساعية في تقويض أمنها وخلخلة صفها. وإني أعيد الأصفياء وطلاب الخير وشداته أن يتشبهوا بصفة فرقة ضالة حذرنا منها المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والشيخان: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله عن سفيان بن حسين قال: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: السند والهند والترك؟
قلت لا. قال أفسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال فلم أعد بعدها أبدا. وقال ابن سيرين رحمه الله: ظلمك لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وقال ابن المبارك: المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتتبع الزلات. وقال آخر: المسلم يستر وينصح والمنافق يهتك ويفضح. هذا في حق آحاد المسلمين وعوامهم، فكيف إذا كان من أهل العلم والفضل والخير والصدق والدعوة؟ وقضى سحابة عمره عالما محققا أو داعيا متألقا أو كان من ذوي الهيئات والمروءات، فإن إمساك اللسان عنهم وصونهم عن الرشق والتوهين آكد وأوجب أنصار السنة ودعاتها. وفي ستر الزلة وسد البادرة والخلة ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تظنن بكلمة صدرت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. ومن الكلام الذهبي للإمام الذهبي في ترجمة الحافظ محمد بن نصر قوله رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وهنا صرخة تحذير وتنبيه وتنذير لأهل الإسلام أن كفانا جفاء واختلافا، وهيا حلا وحيا هلا اعتصاما وتجردا وأسلافا. ماذا دهانا؟ عجيب أمرنا ذا الزمان، مراد النفوس أعلى من أن نتعادى فيه أو نتفالى. كلا ثم كلا للتعقبات والردود الرعناء التي تثير كوامن النفوس والشحناء وتوري زناد الكوامن والبغضاء. ورحم الله امرأ عرف قدر العلماء وقدر نفسه وتاب مما خطته يده في طرسه، وليكل شأن النقد والتقويم إلى من رسخت في العلم أقدامهم وأتقنوا ضوابط النقد والحوار وقاموا على آداب الخلاف وقواعده خير قيام. وهل يملك ميزان الاعتدال في نقد المنهج والرجال إلا العلماء الأفذاذ الذين تتاح الذين تناخ بعلمهم الرحال وتحدى بهم المطايا والآمال؟ يقول الإمام الذهبي: الكلام في العلماء مفتقر إلى العدل والورع، ألا ما أحوجه في زمننا هذا إلى لجان متخصصة وهيئات عالية. أيها المسلمون، إن الساحة العلمية والحلائب الدعوية والمجالس والمنتديات المعرفية والحوارية ووحدة الأمة المفككة لا يزالان في ظمأ هائل لترسيخ حقائق التآخي الوريف والتناصح الشفيف المرتكزين على الصدق والإنصاف والتواضع والحرص على إظهار الحق دون زخرف في القول مموه أو باطن بالحسد مشوه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن الروائع الكثيرة في أدب أسلافنا عند الاختلاف وحفاظهم على المودة والصفاء والإذعان للحق حيث استبان وكان دون تمعر أو تنقص أو استعلاء ما أورده الذهبي عن الحافظ أبي موسى الصدفي أنه قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي. تأملوا يا رعاكم الله، ألا ما أزكاه من أدب. ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ علق الذهبي قائلا: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون
انتهى كلامه رحمه الله. ألم أحوجنا إلى مثل هذه الأفهام والعقول وذاك السمت والهدي وتلك المنهجية والإصابة؟ لا كثرة الهذر والاسترسال في الطعون. وليس العهد ببعيد عن سيرة أئمتنا وعلمائنا، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. فيا أهل السنة الميامين، حنانيكم ببعضكم حنانيكم، ولطفا لطفا بإخوانكم، ورفقا رفقا بالعلماء والدعاة وأهل الخير والصلاح والإصلاح، والقصد القصد تبلغوا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ورحم الله امرأ أنصف من نفسه فبادر باتهامها، وأنصف إخوانه فحفظ ودهم وأحب الخير والإصابة لهم ولم يعن الشيطان عليهم. إن من النبل والشجاعة، إن من النبل والشجاعة مواجهة إخوانك بأخطائهم إن حصلت، وإن من اللؤم والخسة والدناءة الطعون الخلفية وبث الكوامن النفسية وتغليب النظرات الحزبية والاحتكام إليها في تقويم أهل الفضل. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. وليكن ملء دواخلكم وشغل جوارحكم قول الحق سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم. وحي هلا بالنقد العلمي البناء والحوار المؤصل النزيه، ولكن من المؤهلين والأكفاء، حوار هادف ونصح بناء تحفه مشاعر الود وتيفه نسائم الإنصاف، قد خلي من الهوى والعصبية وعري عن التصنيف والحزبية. وساعة إذ ستكتال لكم أمتكم جزيل الدعاء والثناء، والله وحده المستعان وهو القائل سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.